الجمعة اللي فاتت حكيت معكم كأمينة الوردانية الساحلية بنت الساحل. الجمعة هذه باش نحكي أمينة الأمازيغية التونسية بنت تونس. سمحوني كان كلامي بشجعة شوية. وأنا صغيرة كنت نسكن في رادس، كان كيبدا الطقس باهين هلا حد بابا يهزنا نحوسو أنا وخواتي نمشيو في الغابة، نراو دي فامي عاملين بيكنيك، نراو دي كوبل يحوسو، نراو صغار تلعب، نراو شوية عصافر هكا موتة اصطادوهم الصيادة وخليوهم، سمو شوكي الحقيقة. وباش نقصروا الطريق بابا يحكي لنا ديما على لو بتي شابخون روج بالعربية ليلى والذئب. وين عاد كنت هكا خويفة نتخيل ديما في الذيب جايين، بابا يقول لي لا يا بينا أمينة يزي راهي خرافة. اليوم شو نقولوا ليه يا بابا ماهيش خرافة؟ جا نهار وعرفت شكون الذيب. الذيب اللي قتلنا في خواتنا وصغارنا في جبل سمامة وغيرهم. الذيب اللي ذبح اللي قص راس المرحوم محمد الأخضر مخلوفي في جبل المغيلة وحط له راسه في الدراجة النارية نتاعو. الذيب هو اللي ذبح مبروك السلطاني وذبح خو مبروك السلطاني. والذيب هو اللي يحط في الألغام. الذيب هو الإرهاب يا بابا. أي اليوم الأبناء تونس اللي عايشين في المناطق الحدودية عندهم زوز ذيوبة، عندهم التهميش وعندهم الإرهاب. أخويتنا اللي عايشين في جبل المغيلة، في جبل سمام، في ساقيت سيدي يوسف، في حزوة، في بن قردين، كلهم عندهم مخيرين أمام أمرين اثنين ما فماش ثالثة هما، وبيا يعيشوا في التهميش، لا خدمة لا مشروع لا إدارة عمومية، وساعات يحبوا يدبروا رؤوسهم شوية تهريب أو بيان يتيحوا ابتزاز الإرهاب. علاش؟ هذوك ماهمش توانسة كيفهم، كيفنا كيفهم، ماهمش أبناء الوطن هذا، عالمهم ماهمش عالمنا، لغتهم ماهيش لغتنا. حاجة برك نجم نأكدها لكم، اللي وطنيتهم أكثر من برشا وطنية ناس أخرين. الناس هذوكم تعرف مليح مليح اش معناتها نموتوا نموتوا ويحيا الوطن. الناس رضاو بالهم والهم مرضاش بهم، رضاو بالتهميش، صبروا على البطالة، أما قاو رواحهم في ذيب فم الإرهاب. الناس هذوما في 2011 و2014 حلموا بالانتخابات، بالكش الانتخابات باش تبدل لهم حاجة في حياتهم. انتخبوا النواب اللي باش يضربوا لهم على الطاولة واللي باش يحسنوا لهم المعيشة نتاعهم. أنا نقول لهم لا يا شعب، برشا النواب ماهمش لاهين. اليوم في 2000 كان 17 نائب على 217 يحضروا جلسة عامة، أنا نقول لكم النواب ماهمش لاهين. الشيخ مورو قال تبارك الله، أنا ما نقولش تبارك الله، أنا نقول فيقوا يا توينسا، بالكش مش هذا النظام السياسي اللي لازم تونس، ننتخبوا النواب باش يخدموا منطقتهم، باش يخدموا الشعب التونسي وهم لاهين في نزهة حزبية يحوسوا من حزب لحزب، ننتخبوا رئيس جمهورية باش يقف في البلاد يلقى روحه مكبل من غير صلوحيات. صحيح ما نجموش نغطيو عين شمس بالغربال، تونس الموارد نتاعها محدودة. صحيح ما نجموش ننكروا اللي هذايا هو نتاج سنوات وسنوات من التهميش والاهمال، لكن في 2019 اليوم الدوله لازمها تركز استراتيجيه جديده ولا تركز على استراتيجيتها في المناطق الداخليه. الدوله لازمها تراجع الاولويات نتاعها من وين التنميه اللي عملته التقليدي تبني سد ولا كياس ولا قنطره، هذاك جزء من الحل، هو ماهوش الحل، هذاك مش باش يجيب الخدمه. الدوله لازم نجاعه في صرف الميزانيه تبقى التمييز الايجابي اللي جابه الدستور، لازم هيكله الاداره، اعاده هيكله الاداره اللي باش تفعل القرارات، الفائده مش في اخذ القرارات، الفائده في تفعيل القرارات، الفائده مش في كثره القوانين، الفائده في تطبيق القوانين، الفائده مش في صدر الاموال، الفائده في نصرف الأموال هذوما. وينو التشغيل وينهم المشاريع؟ امشوا خدموا وسجعوا رجال الأعمال اللي شيطنتوهم باش يخدموا في المناطق الداخلية والمناطق الحدودية، وكفانا سياسة الانتقام. En conclusion، تحية للجيش الوطني، تحية نزلت en conclusion، تحية للجيش الوطني، تحية للحرس الوطني، تحية لقوات الأمن الوطني، وتحية لكل أمن وأمني لكل أمن أمني سهر على حماية الوطن، تحية لحماة الحماة وتعازي الحارة لكل عائلة تونسية فقدت قريب وحبيب، وتبقى تونس. وتبقى تونس من جنوبها لشمالها، من داخلها لساحلها، تونس متاع التوينسة الكل. صحيح المناطق الحدودية لا أنصفها لا الزمان لا الطبيعة ولا الجغرافيا لا السياسة ولا الإنسان، ولكن إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.
تفضل.